وهو يقول يريد تفسير هذه الآيات، وهو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا يريد تفسير، يريد أن تفسر له يعني تفسير هذه الآيات في أكثر من ساعة. هذا السؤال طويل ويحتاج إلى وقت، ولكن من باب الاختصار هو الأول والآخر والظاهر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه سبحانه وتعالى وإحاطته، وهو فوق سماواته، فهو فوق سماواته وعلى عرشه، ولا يخفى عليه شيء مما في السماوات ولا في الأرض، يعلم كل شيء. قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش،